معنا دكتور عمرو داوود، مدرس جراحة القلب والصدر، كلية طب جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. بيك. إيه رأي حضرتك في مؤتمر آي كام سنة دي؟ هو الحقيقة مؤتمر آي ماك مؤتمر متميز، ويمكن ثالث سنة لينا فيه، ويعني هو زي ما كانوا اتكلموا النهاردة في المحاضرات ان هو في اكسبانشن، زيادة في عدد المحاضرات وعدد الحضور، وكل جديد موجود في مجال جراحات الشريان الأورطي بيكون موجود في المؤتمر، وانا سعيد ان اكون موجود فيه السنة دي. اوكي، وايه راي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه اللي موجوده في المؤتمر السنه دي، وحضرتك شايف ان دي ازاي هتفيد المؤتمر؟ هو المؤتمر ده فيه ميزه مش موجوده في مؤتمرات تانية كتير، ان هو بيجمع متخصصين في جراحات الشريان الاورطي او الدعامات من تخصصين كبار مختلفين. التخصص اللي انا بنتمي ليه اللي هو جراحه القلب والصدر وجراحه الاوعيه الدمويه، ومؤتمرات قليله هي اللي بيبقى فيها التخصصين دول موجودين مع بعض، وده بيدي يعني غنى للمؤتمر وبيزود عدد الخبراء سواء المحليين او الدوليين اللي موجودين في المؤتمر. اوكي، ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر اي ماك؟ هو الحقيقه السنه دي كانت المحاضره بتاعتي كانت اول سيشن في المؤتمر، كان موضوعها عن حالات الشرخ في الشريان الاورطي الحاد واستخدام الدعامات في علاج هذه الحالات، وهل بيكون مفضل استخدام العلاج الدوائي ولا الدعامات في الحالات دي، واتكلمنا عن الابحاث الدوليه الموجوده والحالات الخبرات اللي احنا شفناها في مصر في المجال ده. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، اتشرفنا بالقاء. شكرا، ميرسي.